كان يا سادة يا كرام، ما يحلى الكلام إلا بذكر النبي عليه الصلاة والسلام. متنسوش تعملوا اشتراك في القناة ولايك للفيديو عشان أعرف إن القصة عجبتكم. يا رب الكل يعمل اشتراك في القناة يا رب يدخل الجنة وينجح في المدرسة كمان. قصتنا النهاردة بتبدأ مع بنت جميلة في عربية مامتها المنفصلة عن أبوها، ومعاها أخواتها التوأم، وهي بتودع مدينة نيويورك اللي اتربت وعاشت فيها أحلى أيام طفولتها، وبتقول: افرحي يا أنجينا جولي، افرحي يا سلمى حايك، افرحي يا جيسيكا بيل، خلاص لولا ستيب هتسيب نيويورك وحلم الشهرة بتاعها ومش هتنافسكم. مامتها بتقول لها: ماري كفاية كده، ما تبالغيش قوي وما تقلبيهاش دراما زي عوايدك، حكم انا عارفاكي ملكة في الدراما والتمثيل، مش عشان عاوزة تبقي ممثلة مشهورة هتقرفينا في عيشتنا وتخليها دراما هي كمان. بتوصل ماري، قصدي لولا عشان ما تزعلش، لمدينة نيوجيرسي، واول يوم في المدرسة بتتعرف على بنت غلبانة اسمها إلا، وبتكون مغرمة كمان بواحد من فريق المطرب اللي لولا معجبة بيه، يا محاسن الصدف. وبتدخل لولا الفصل مع إلا، وبتكون طبعا في زعيمة للبنات في الفصل كالعادة، وهي كارلا، بنت من عيلة غنية وما بتعجبهاش لولا طبعا، واللي قبل اي حاجة بتجري على المدرسة بتاعتها ميس باجو وتقول لها: اوعي تقولي اسمي اللي في الورق ماري، انا اسمي لولا. وبتعرفهم لولا بنفسها وانها ابنة غير شرعية وملهاش اب، وبتقابل سام، ولد امور وطيب زي إلا كده، وبتعجب بيه من اول نظرة، جاية تحبي ولا جاية تتعلمي يا لولا؟ وبتطلع في جولة مع صاحبتها إلا، وبتروح معاها بيتها، بس مامة إلا بتقابلها بطريقة مش لطيفة، ولولا بتقرر تمشي وهي بتقول لصاحبتها: يا امك بتعاملني كده ليه؟ هو احنا مش قد المقام يعني؟ إلا بتقول لها: ابدا، بس فكرة ان امك عايشة لوحدها مع 3 بنات ومن غير راجل ومش معروف ابوهم مين، دي حاجه غريبه بالنسبه لنا. لولا بتقول لها: بس بابا موجود. قالت لها: بس انت قلتي يا لولا انك ابن غير شرعيه. لولا بتقول لها: بس بابا موجود فعلا. ازاي يا لولا؟ لولا بتحكي ان ابوها ومامتها كان بينهم قصه حب قويه جدا وعاشوا ايام جميله، بس باباها كان غاوي اجر موتوسيكلات، وفي مره من المرات عمل حادثه بالموتوسيكل وتفشفش 100 حته، لدرجه انها بتصعب على الا صاحبتها جدا. اه كده، عرفينا ليه مامتك سمتك ملكه الدراما يا لولا؟ لا، وكمان طلعتي ملكه الكد. تاني يوم في المدرسه بتعرف لولا ان ميس بجولي هتعمل مسرحيه، وكمان هتعمل مسابقه عشان تختار بطله المسرحيه، وطبعا لولا بتقول: بس فرصتي وجت لحد عندي. وبتكون كارلا طبعا منافسه شرسه ليها على دور البطله في المسرحيه، وبتعمل لولا اختبار التمثيل والغنى وبتبهر الكل، ويوم النتيجه بتكون لولا هي اللي كسبت دور البطوله، وكارلا فرحانه قوي عشان خدت دور ثانوي في المسرحيه. تاني يوم كارلا بتغيظ لولا وتقول لها انها جات لها دعوه عشان تحضر حفله ستو وولف في نيويورك، وده المطرب اللي بتعشقه لولا جدا. لا، وكمان ايه حفله في نيويورك؟ لولا تسكت؟ لا طبعا، بتقول لها: انا كمان جات لي دعوات، انا وإلا وهنروح الحفله. إلا بتقول لها: انت ازاي قلت ان احنا هنروح الحفله يا لولا؟ ردت قالت لها: امال يعني اسيبها تغيظني وتنقطني؟ ما احنا هنروح الحفله. ازاي يا لولا؟ مالكيش دعوه انت يا إلا، سيبي نفسك خالص وانا هظبط الدنيا. وبعدها لولا بتعمل اضراب في البيت على طريقه غاندي عشان مامتها مش موافقه انها تروح نيويورك تحضر الحفله، وامها بتتصل على ابوها اللي بيقول لها: خلاص هجيب لك التذاكر يا لولا يا حبيبتي واحضر معاك الحفله. وبترفض لولا: طب هجيب لك التذاكر واوصلك وامشي. وبرده بترفض لولا. تاني يوم في المدرسه كارلا وصاحبتها لسه جايين من عند الترزي اللي استغل باقي القماش اللي فضل من البلوزات والجيب بتاعتهم وعمل منها طواقي، وبتغيظ دولا وتقول لها: ادي تذاكر الحفله، فين التذاكر بتاعتك بقى؟ فبتقول لها: تذاكري في البيت، ايه اللي يخليني امشي بيهم في الشارع؟ كارلا بتقول لها: اراهنك اذا كان معاكي تذاكر اصلا؟ لولا بتقول لها: مش في مصورين هناك؟ هنتصور سوا في الحفله يا قلبي. وفي بيت لولا، واثناء ما هي بتدور على فستان تلبسه في الحفله، الا بتقول لها: احنا عندنا مشكلتين، اول واحده التذاكر، تاني مشكله ازاي هروح من غير ما اعرف بابا وماما، انا ما اقدرش اكذب عليهم. لولا بتقول لها: التذاكر انا هتصرف فيها، وانت هتيجي معايا من غير ما نعرف باباكي ومامتك. فالا بتقول لها: مش هقدر اكذب، وخصوصا انهم مسافرين نيويورك يوم الثلاث، وهيقعدوا هناك ليوم الاحد، والحفله يوم الجمعه، ولو شافوني هتبقى مصيبه. وهوب تقوم معيطه. لولا بتقول لها: خلاص طيب انا هحل لك مشكله بابا وماما. وبتقنع لولا مامتها انها تروح تقنع بابا ومامت الا، وفعلا بتقتنع مامت لولا وبتروح بيت الا وبتقنع بابا ومامتها، وبيقتنعوا وبيوافقوا. ايه كميه الاقناع دي يا جماعه؟ يفضل معاهم مشكله اللبس، ودي مشكله خاصه بلولا اللي بتستغل سام وتخليه يسرق لها فستان بطله العرض المسرحي بتاع المدرسه. وبيركبوا القطر وبيوصلوا نيويورك، وبيلاقوا بابا إلا ومامتها في انتظارهم، وبياخدوا منهم الشنط ويقولوا لهم ما تتأخروش، وبيروحوا على الحفلة. بتكتشف لولا إنها نسيت الفلوس اللي هتشتري بيها التذاكر من السوق السوداء، وبيحاولوا يخشوا الحفلة سرقة كده يعني، وبيسمعوا صوت من ورا الباب، بس إلا بتزهق وتقول لها أنا هروح. لولا بتقول لها: لا تروحي إيه، إحنا لازم نحضر الحفلة. إلا بترد عليها: أه ما أنا واخدة بالي إن إحنا بنحضرها صوت بس. لولا بتقول لها: لا، الحفلة اللي عاملها ستو وولف في بيته بعد الحفلة دي، لأنه بعد كل حفلة بيعمل حفلة صغيرة كده في البيت. وبيقرروا يروحوا لبيت ستو وولف، بس وهم في الطريق وبعد ما اتبهدلوا من المطر بيلاحظوا إن في حد بيراقبهم،
بتراقبهم وبيكون ابو لولا، وبتروح له وتقول له انت بتراقبنا ليه؟ قال لها ماما قالت لي اراقبك. لولا قالت له طب خليك مراقبنا بس من بعيد لبعيد عشان صاحبتي خايفه قوي. وبيوصلوا لبيت ستو وولف، وبتكون كارلا وصلت هي كمان، وبيحاولوا يدخلوا بس بيفشلوا برضه. وهم واقفين بيلاقوا واحد من الفرقه بيطرد ستو وولف بره البيت وهو سكران، وبيمشوا ورا ستو واللي بيكون نايم في الزباله، وبيقوموه وياخدوه على مطعم، وطبعا بيفضحهم ما هو سكران بقى. وبينتهي بيهم الامر في قسم الشرطه واللي بيطلب ارقام اولياء امورهم. وهنا ايلا بتعرف ان لولا ابوها موجود وانها بتكذب عليها وبتزعل قوي منها. كام ستيب ابو لولا بيوصل الاسم هو وكلبه نيجس، والكلب ده بقى ممثل مشهور. وستو وولف بعد ما فوقوه طبعا عرف الكلب مشاهير بقى بيعرفوا بعض على طول، واعجب بيه قوي، وتعرف على ابو لولا كمان، وبيعزمهم ستو وولف كلهم على حفلته. وبيروحوا البيت عند ستو وولف، واللي بيخلي لولا وإلا يطلعوا اوضته علشان يغيروا هدومهم. ولولا بتوعد إلا انها مش هتكذب عليها تاني، وإلا بتسامحها. وبعد شويه هبل وجنان بينزلوا بيقابلوا كارلا في الحفله، واللي بتعمل نفسها مش شايفاهم وهتموت من الغيظ. وبعد كده لولا بتقعد مع ستو وولف لوحدهم، وبتحكي له قد ايه هي معجبه بيه، بس هو مش معبرها خالص. واخرت ما بتزهق منه بتقول له انا اتصدمت فيك، عشان كان عمال بيشرب مشروبات غريبه. تاني يوم في المدرسه بتكون كارلا موجوده وسط اصحابها، وبتتباهى طبعا بصورها في الحفله، وبتدخل عليها لولا وتقول لها انت خسرتي الرهان. كارلا بتقول لها رهان؟ رهان ايه؟ رهان الحفله. كارلا بتقول لها حفله؟ حفلة ايه؟ الحفلة اللي انا كنت فيها انا وإلا، وانت شفتيني وعملت نفسك مش شايفانا يا كارلا، وعلى فكرة بقى انا كنت في الحفلة وشفتك وشفتيني. وبتحكي لها حكاياتهم مع ستو وولف، وكمان متصاحب على ابوها. كارلا بتقول لها ابوكي؟ ابوكي ايه؟ انت اصلا ما عندكيش اب، مش انت اللي قلتي كده؟ قلت انه مات. انت كمان اسمك ماري مش لولا، ولا رحت الحفله ولا حطيتي برجلك هناك من اساسه، انت كدابه واكبر كدابه في المدرسه كمان. تاني يوم في بروفه المسرحيه بتقرر لولا انها تعترف قدام الكل بانها سرقت الفستان بتاع بطله المسرحيه ورجعته مكانه بعد ما حضرت بيه حفله ستو وولف، واللي قضت معاه مغامره جميله، وبقى صاحب باباها كمان، وكمان كانت في اوضته ونسيت العقد بتاعها كمان عنده في الاوضه، وكله طبعا بيتريق عليها ومش بيصدقها. واولهم ميس بوجولي بتزعل لولا، وبتقعد في بيتها وبتقلبها دراما حزينه في البيت، وبتقول لنفسها ادي اخره الكذب، يعني يوم ما اكون صادقه في حاجه الناس كلها ما تصدقهاش. ويوم العرض بتكون مش عاوزه تروح، بس إلا بتقنعها انها لازم تروح، وعشان خاطر إلا لولا بتقرر انها تروح لعرض المسرحي. وقبل ما بتدخل بتلاقي مامتها بتشجعها، وفعلا بتقدم لولا العرض المسرحي اللي بيعجب الكل. وفي اليوم التاني بتكون كارلا عامله حفله في بيتها وعازمه فيها كل اللي في المدرسه، وبيخبط الباب وبتفتح كارلا بتلاقي في وشها المطرب المشهور ستو وولف، وبيسالها عن لولا وانه ابوها قال له انها هنا. طبعا كارلا هتتنقط وبتدخل معاه وبتقول للكل شوفوا يا بنات مين اللي جاي يزورني. وطبعا كذبتها بتتكشف لما ستو وولف بيشوف لولا وبيلبسها العقد بتاعها اللي نسيته عنده، كمان بيقول لها انه بيتعالج من ادمان المشروبات الوحشه اللي بيشربها عشان هي اثرت فيه، وهي بتقول له وانا بتعالج من الكذب. وده بيعرفنا ان الكذب عمره ما هيكون مفيد للانسان مهما تهيأ له عكس كده. الواحد كتر ما بيكذب اللي حواليه مش هيصدقوه لما يجي يقول الصدق. وبكده احنا وصلنا لنهايه القصه. ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناه دي والقناه بتاعت التانيه، وتعملوا فولو للاكونت بتاعي على انستجرام، ولايك للفيديو، وترسموا شعار بتاع القناه وتبعتوه على الاكونت بتاعي عشان احط رسوماتكم في اخر الفيديوهات. وتوته توته خلصت الحدوته. يا رب تكون قصه المره دي عجبتكم. السلام عليكم.